Technoplanète. Information. Claire et net. مرحبا بكم في كوكب التقنية. أيها المتابعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التسجيل 33 من تسجيلات ويندوز ديس بآخر التحديثات، هذا التسجيل سنتحدث فيه عن ويندوز أبديت، تحديثات الويندوز. أولا، ويندوز أبديت هو برنامج داخل نظام التشغيل ويندوز 10 يمكننا من تحديث الويندوز، وأيضا تحديثات أخرى متعلقة بالحماية، متعلقة بالإصلاحات، إصلاح الأخطاء التي تأتي مع الويندوز، وإصلاح الأخطاء الأمنية وسد الثغرات وإلى غير ذلك من الأشياء، وتحديث التعريفات وتحديث بعض البرامج التي تمكننا مايكروسوفت من تحديثها عن طريق الويندوز أبديت. الويندوز أبديت في الويندوز 10 مختلف على الويندوز 7 والويندوز XP، وفيه عيب قاتل يجعل مجموعة من الناس لا يقومون باستعمال ويندوز 10 من الأساس. العيب الذي يتضمنه ويندوز أبديت هو التحديثات الإجبارية، يعني لا يعطيك خيارات، يعني خيار لتثبيت التحديثات متى تريد أنت، وإنما يقوم بإجبارك على تحديث النظام وعلى تلقي تلك التحديثات الأخرى. شركة مايكروسوفت بدأت تقوم بالتعديل على هذه المسألة في كل النظام على حدة، مثلا نظام ويندوز 10 الأول تفرض عليك التحديثات، في الأنظمة الحديثة بدأت الشركة تعطيك بعض الخيارات فقط، هي خيارات تأخير تثبيت فقط، ليست خيارات إيقاف التحديثات أو مثلا إيقاف تحديثات الأنظمة، وإنما البقاء على تحديثات الأمنية وإلى غير ذلك، لا فقط يعني تأخير تلك التحديثات إلى وقت لاحق فقط. وبالتالي هناك طريقة لإيقاف الويندوز أبديت، إيقاف الويندوز أبديت بشكل كلي سنتحدث عنها في التسجيل المقبل. الآن نبقى مع الويندوز أبديت، وأنا شخصيا أفضل أن يبقى الويندوز أبديت مشغل حتى نستفيد من التحديثات ومن إصلاح الأخطاء ومن سد الثغرات وإلى غير ذلك، وسنتحدث في وقت لاحق عن كيفية تفادي المشاكل التي تحدث بسبب التحديثات. نذهب الآن إلى ويندوز E، ثم طاب، ننزل إلى غاية ميزة جور سيكوريتي، إدخال يعطيني هذه يقرأ لي هذه الكلمة أو هذه الجملة العجيبة، لأنني قمت بتحديث الويندوز وبدأ يقرأ هذه المسألة، لا أدري ما أسأل المشكلة. طاب ويندوز أبديت هي محددة، لاحظوا في الويندوزات السابقة نسخة أبريل 2018 والنسخ التي قبلها كان يقول لي ويندوز أبديت 1/9، الآن يقول لي 1/10، أنا أستخدم الويندوز بآخر التحديثات نسخة 1809، إذن يقولنا 1/10، لذلك نحن سنتطرق إلى الأشياء المتشابهة عندنا جميعا، ثم أحدثكم عن العنصر الثاني المضاف إلى هذه القائمة. نبقى الآن مع ويندوز أبديت، نتحرك الآن بالكائنات أفضل من طاب، نصعد إلى الكائن السابق أو إلى الكائن الأعلى، نتحرك إلى الكائن التالي، نترك غوديماغاج نيسيسير، الآن نتحرك إلى الكائن التالي. أنا الآن قال لي votre appareil va redémarrer، أنتم سيقول لكم votre appareil est à jour أو votre appareil n'est pas à jour، يعني غير محدثة. نتحرك إلى الكائن التالي، نتحرك إلى الكائن التالي، هنا سيقول لكم أنتم إذا تحركنا إلى الكائن التالي سيقول لنا recherchez les mises à jour، نضغط عليها بالانسر أونتري سيبدأ البحث عن التحديثات، وإذا وجد التحديثات سيقوم بتنزيلها وتثبيتها وسيعطيكم هذه الشاشة. نرجع إلى الكائنات السابقة ليست، نهبط إلى الليست، نفترض أننا ضغطنا على غوشيرشي لميزاجور وانتظرنا قليلا، ثم جاءت لنا لائحة بقائمة التحديثات الموجودة، لأننا في بعض الأحيان لا ندخل إلى شبكة الأنترنت دائما، يعني لا يكون الحاسوب متصل بالأنترنت يوميا ليقوم بتنزيل التحديثات كلما وصلته التحديثات، إذا ننزل إلى ليست، ندخل إلى ليست، يعني ننزل إلى الكائن الأدنى من هذا الكائن، يقرأ لي لائحة التحديثات الموجودة، فقط أنا عندي تحديث واحد تثبت، نقرأ الكائن، يعني نقرأ هذا الكائن، نعيد قراءته بأنسر وخمسة أو ما يقابلها في لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسوب المحمول.
alternatif pour Windows version 1809 pour les systèmes Linux 60. ننزل ندخل للكائن الأدنى. نتحرك إلى الكائن الأيمن أو الكائن الذي يلي هذا الكائن. Statue. نتحرك إلى الكائن الآخر. Redémarrage en attente. في بعض الأحيان يقول لك statut téléchargement en cours 4% أو téléchargement en cours 16% جاري التحميل 16% أو بعض الأحيان يقول لك statut installation en attente يعني ينتظر التثبيت عندما تحمل كافة التحديثات يقوم بتثبيتها والآن قال الستاتيو redémarrage en attente هذا التحديث ينتظر إعادة التشغيل ليقوم بتثبيت نفسه الآن نتحرك بالطاب لنغير بعض الإعدادات يمكن أن نصل إلى غوشيغشي لميزاجور بالتحرك عن طريق الطاب عندما أقف على Windows Update أتحرك بالطاب إلى غاية غوشيغشي لميزاجور أنا ليس لدي غوشيغشي لميزاجور لأن الحاسوب قام بالبحث عن التحديثات تلقائيا طاب مرة واحدة لامي في لي غوديماراج نتركها الآن طاب نتركها أيضا نتركها Options Avancées Espace Options Avancées ستمكننا من إجراء بعض التعديلات البسيطة على Windows Update لنتفادى التثبيت المتكرر للتحديثات طاب يقول لي تثبيت تحديثات المنتجات الأخرى من مايكروسوفت مثل مايكروسوفت أوفيس الفيزيال ستوديو مايكروسوفت ريديستريبيوتابل يعني يقول لك تحديث تلك المنتجات عندما تقوم بالبحث عن التحديثات في ويندوز إذا كانت اون فونسي أنتم تجعلونها نون فونسي أو تجعلونها اون فونسي كل واحد يختار هنا ما يريد عندما أقوم بالبحث عن التحديثات يبحث لي أيضا عن تحديثات المايكروسوفت أوفيس تحديثات الملفات الإرشادية وإلى غير ذلك من الأشياء أيضا على المايكروسوفت ريديستريبيوتابل وإلى غير ذلك أنا لا أفضل ذلك تكون نون فونسي طاب تحميل التحديثات تلقائيا عندما تكون متصل بالاتصال المحدود يعني بالكونكسيون ليميتد الكونكسيون المحدود مثل باقة الانترنت في المودم يعني تكون محدودة يعني لو ضغطت على لو كانت اون فونسي سيقوم بتنزيل تلك التحديثات وبالتالي فاستهلاك الباقة إذا نضغط نحن الآن على نون فونسي حتى لا يسمح النظام إلى نفسه بتنزيل التحديثات عندما يكون متصل من المودم ولكن عندما سيتصل بالواي فاي سيقوم بتثبيت تلك التحديثات أو بتنزيل تلك التحديثات وتثبيتها طاب فيما يتعلق بالإشعارات يعني يظهر لك إشعار عندما يحتاج الحاسوب إلى إعادة التشغيل بعد إنهاء التحديثات هي اون فونسي نحن أحرار أنا أتركها اون فونسي حتى أعرف طاب إيقاف التحديثات لمدة 35 يوم هذا الخيار يمكنني من إيقاف الويندوز عن تثبيت التحديثات يوميا على اون فونسي لأقوم بإيقاف الويندوز من تثبيت التحديثات يوميا لمدة 35 يوم ثم بعد ذلك سيقوم بتثبيت التحديثات يعني البحث عنها وتنزيلها وتثبيتها لماذا يعطينا هذا الخيار؟ يعطينا هذا الخيار يعني حتى يسمح للمستخدم بتثبيت التحديثات أسبوعيا مثلا في يوم الأحد أبحث عن التحديثات وأقوم بتثبيتها لأنني لو تركت هذا الخيار مفعل ولم أقوم بتطبيق بعض الإعدادات الأخرى في أي لحظة يمكن أن تأتي تحديثات وتقوم بالتنزيل وعندما أضغط على إغلاق الحاسوب يقول لي ميتراجور أغيطي هذا الميتراجور أغيطي ستضيع لي الوقت في الإغلاق وأنا مثلا في العمل أستخدم البطارية أو أريد إعادة تشغيل الحاسوب لتجريب شيء من الأشياء لذلك أتحكم في متى يمكن أن أقوم بتثبيت التحديثات لذلك أتركها أنفونسي يعني إيقاف تثبيت التحديثات إلى غاية 35 يوم نضغط طاب مرة أخرى Choisissez le niveau de disponibilité de branche pour déterminer la date d'installation des mises à jour des fonctionnalités. Canal semi-annuel, ciblé, signifie que la mise à jour est prête pour la plupart des personnes, tandis que canal semi-annuel signifie qu'elle est prête à être largement utilisée dans les organisations. Liste déroulante canal semi-annuel réduit. هذا الخيار يتحكم في الوقت الذي سيثبت فيه الويندوز تحديثات النظام. لأنه كما نعرف لدينا تحديثات أمنية وتحديثات أخرى تسمى تحديثات الفونكشناليتي التحديثات الوظيفية وهناك تحديثات النظام متى سيقوم الويندوز بتنزيل تحديث النظام عندما تصدر شركة المايكروسوفت
تحديث جديد يعني نظام جديد، لأن ويندوز 10 تصدر منه نسخة في الربيع ونسخة في الخريف، هذا دأبهم منذ سنة 2015 على ما أعتقد. عندما تصدر الشركة هذا النظام، متى سيقوم الويندوز بتنزيل هذا التحديث؟ هل سينزله فور صدوره أم سينزله بعد مدة طويلة من صدور هذا النظام؟ يعني بعد استقرار هذا النظام يقوم الويندوز بتنزيله، لأن النظام تكون فيه بعض المشاكل. مثلا نسخة الخريف لسنة 2018 عندما صدرت كان فيها مشكل، بحيث بعد تثبيتها تضيع ملفات المستخدم، وبالتالي الناس الذين يختارون الخيار الأول الذي سنراه بعد قليل يغامرون في الحقيقة، خصوصا لو كانوا أشخاصا عاديين. أما بالنسبة للمحترفين فيستطيعون أن يحلوا المشاكل التي تحدث في هذه النسخ. الخيار الأول كانال، الخيار الأول اسمعوه، هذا الخيار يسمح لي بتثبيت التحديث. كلما ظهر تحديث من النظام يقوم الويندوز بالبحث عنه وتنزيله. ننزل هذا الخيار، يعني يقول لك كأنك شركة، يعني حاسوب للشركة، يعني يكون ثابت، يعني لا يقوم الويندوز لا يقوم البرنامج بالبحث عن التحديثات وتنزيلها مباشرة، وإنما ينتظر قليلا، يعني ينتظر لمدة شهرين أو 3 أشهر، أقصى مدة هي 6 أشهر، يعني بعد 6 أشهر سيفرض عليك تثبيت النظام. هذا الخيار لا كنت مهتم بالتحديثات بشكل فوري. الخيار الثاني، إذا كنت أريد التحديثات الآمنة والثابتة. طب مرة واحدة. هنا يقول لك تحديثات الوظائف والخصائص والتحسينات، ما هي المدة التي تستبعدها، يعني تستبعد الأيام، ثم بعد ذلك يقوم بتثبيتها بتنزيلها. يقول لك كم تبقى المدة ويقوم بتثبيت هذه التحديثات. عندي 0 يوم، 1 2 3 4 5 لغاية 365، يعني 365. أنا أتركها في 365، يعني ينتظر عام ليقوم بتنزيل التحديثات. أقوم بتأخير كل شيء لعل شركة مايكروسوفت ترحمني من التحديثات وتبطئ من إمطار حاسوبي واستهلاك باقة الكونكسيون عندي من تنزيل التحديثات. طاب مرة واحدة أيضا. التحديثات الأمنية، كم المدة التي تريد أن يستغرقها الحاسوب ثم يثبت التحديثات الأمنية؟ أقصى مدة هي 30 يوم، نتركها 30 يوم، ليس مشكل. طاب نضغط بالإسباس على Optimization de Livraison، طريقة التسليم. طاب 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 يقول لي السماح لنفسي بتنزيل التحديثات من حواسيب أخرى، أو السماح لحواسيب أخرى باستلام التحديثات من عندي. هذه الخاصية أوجدتها شركة المايكروسوفت في الويندوز 10. ما هذه الخاصية؟ أنا في طنجة في منطقة معينة مثلا قمت بتنزيل التحديثات، لو كان أحد الناس متصل في مكان قريب مني بحاسوبه على شبكة الانترنت ورأى، يعني وظهرت له تحديثات يعني يجب أن يقوم بتنزيلها، لو اتصل بخادم الشركة بالسيرفر مايكروسوفت ستتأخر تلك التحديثات. لكن لو كنت أنا مشغل هذه الخاصية، خاصية تبادل التحديثات، سيقوم هو بتنزيل التحديثات من حاسوبي تقريبا، يعني كأن حاسوبي كأنه خادم لتنزيل التحديثات، وبالتالي فسيكون التنزيل أسرع، وأنا سيكون الضغط على الكونكسيون الخاص بي كأنني أرسل له التحديثات من عندي. افتراضيا تكون أونفونسي، أو أنا أتركها نونفونسي. طاب إسباس طاب تحديد الكمية في الخلفية التي يمكن للويندوز، يعني للويندوز من استخدامها أو من تنزيلها بالنسبة للتحديثات، هي غير محددة. لو حددتها بالإسباس طاب يعني يقول لك 42% من الانترنت، 42%، يعني سيقوم بأخذ 42% من موارد الجهاز ومن الانترنت ليقوم بتنزيل التحديثات. مثلا أنا أضعه في 10% من موارد الجهاز، من الميكرو بروسيسور ومن الرام ومن الكارت ويفي، ليقوم بتنزيل التحديثات. طب
limiter la bande passante utilisée pour le téléchargement des mises à jour au premier plan case à cocher ou cocher. يقول لك تحديد البوند باسونت تحديد مرور البيانات من اجل تنزيل التحديثات في الخلفيه كازا كوشي غير محدده يعني في الخلفيه بش يعني اعطاء الاولويه للتحديثات يعني مثلا عندما تكون تنزل التحديثات يعطيه الأولوية تحدد نسبة الأولوية لو كانت محددة طاب يعني 89% من الأولوية يعني يأخذ نسبة 89% من موارد الجهاز أو يكون هو الأول بنسبة 89% أنا أتركها مونكوشي هذه بارامتر نقوم بالتأشير عليها كوشي وطاب ونتركها للصفر صفر تبقى صفر لماذا حتى لا يقوم الحاسوب باستهلاك الموارد من أجل رفع التحديثات إلى المستخدمين الآخرين سواء الانترنت أو موارد الجهاز هذه نتركها كما هي إذن نضغط على أكي هذه الخيارات كما قلت لم تكن موجودة في الويندوزات السابقة وموجودة في نسخة أكتوبر وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن ما يتعلق بويندوز إبديت التسجيل المقبل سأحدثكم عن طريقة إيقاف التحديثات بشكل كلي وسنتحدث عن عيوبها وبعض الأمور الأخرى إلى حين ذلك الوقت دوموا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.